كليك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. غمزة فتح المولدي. بعد مسلسل الإقالات والاستقالات والتعيينات، هات نرجع للمواطن مسلسل المعاناة. كانت وما زالت مناطق لا ماء لا ضوء ولا جو في دار الكشو. كانت وما زالت مناطق تعيش الحجرة والتهميش، وظروف العيش فيها تخليك تاكل الحشيش. هالناس هالتوانسة كيفنا كيفهم، قالوا لهم افرحوا زغرتوا هلوا كبروا، هانا باش ندخلوكم في الخريطة، هانا باش ندخلوكم في الحضارة، هانا باش ندخلولكم الماء والضوء والسعادة. هاي هالمناطق الريفية باش تولي مناطق بلدية، وخلقنا أكثر من 60 دائرة بلدية جديدة باش تشملها الانتخابات. معناها الحكاية وراها مرة أخرى وكالعادة انتخابات. من ما يقبل اللي فات، معناها عندها عام ونص تخلي الريف للبلدية، وإلا بلتو دخلت البلدية للريف، على الأقل في السنادق. ومع الأسف قعدت في السنادق. فعلا انتخبنا مجالس بلدية، لكن يحسونا بصفر إمكانيات لا تجهيزات، حد أدنى من العباد، لا إطارات لا معدات لا ماكينات، وحتى بلاش مقرات. عندك اليوم مجالس بلدية منتخبة ما عندهاش مقرات. اللي خلاني نحكي اليوم، قريت قالك في جندوبة فما بلدية جديدة اجتمعت في خيمة، وفي الكاف فما مجلس بلدي جديد اجتمع وين يحسون شد عندك في قهوة مع شكون؟ مع ممثل الوكالة الأمريكية للتنمية. مرحبا بترامب في المقهى الشعبي. هذه فضيحة تدان، واللي يعمل طاحونة يعمل لها دندان. والحر من غمسة. غمزة فتح المولدي.